بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن المارجن كولابس. إزاي لما عنصرين بيتصلوا ببعض يكون في بينهم مارجن بيحصل له كولابس، ويعني إيه كولابس والكلام ده كله. هنشوف في التجارب العملية كل حاجة وإجابة كل الأسئلة دي بإذن الله. عندنا عنصر هنا اسمه بيرنت، الأب بتاعنا ده معمول له ويدث 400 هايت 200 والبادنج والمارجن اوتو عشان يتوسط واوفر فلو هيدن عشان العناصر اللي جواه عاملين ليها فلوت، لسه ما اتعلمناش الفليكس والحاجات العظيمه فمضطرين نشتغل بالفلوت دلوقتي. بعد كده عندي الديف ال1 اللي على الشمال، الهايت بتاعه 100% والويدث 50 اللي هو النص بتاع العنصر الاب بالظبط، والهايت 100% اللي هو قد الهايت بتاع الاب بالظبط اللي هو كام؟ 200 بكسل. ده كلام عظيم. ال2 نفس القصه اللي هو العنصر اللي ورا الاحمر والاخضر ده. طيب عظيم. جوه ال2 ده عندي الاب والداون ديفز، دول الكالر والباك جراوند بتاعهم ما يهموناش، يهمنا ان الهايت 100 بكسل، فده 100 وده 100، التوتال كام؟ 200، قد الهايت بتاع العنصر اللي هو فيه بالمسطره. لحد هنا ده ليا وتعادي، بسيط ظريف ما فيهوش اي حاجه. لو طلبت منك في العنصر الاحمر ده ان انت تعمل مارجن تحته 20 بكسل عشان تفرق بينه وبين الاخضر، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ هتيجي انت في الاب ده وتقول له مارجن بوتوم 20 بكسل. ده كلام جميل وعظيم. ايه اللي حصل؟ العنصر الاخضر طلع 20 بكسل طبعا لانه الهايت دلوقتي زاد. دلوقتي عندك 100 و100 و20 بينهم يعني 220، وده الهايت بتاعه 200، فكده خرج بره الجزء ده اللي احنا عمالين نشرح عليه دلوقتي. طب ايه الحل؟ الحل انه الاب ده انت قلت له مارجن بوتوم 20، يعني شلت من التوتال بتاعنا ال 220، يبقى فاضل لي 180، يبقى ده الهايت بتاعه هيبقى 90 وده الهايت بتاعه هيبقى 90. ده كلام عظيم جدا، رجعوا زي ما كانوا والحمد لله. طيب والله انا عايز ازود مارجن تاني بس المره دي في الداون، بس هتزود مارجن فين؟ فوق ولا تحت؟ فوق. عايز احط فوق مارجن توب 20 برضو. يا ترى ايه اللي هيحصل يا شباب لو عملنا كده؟ تعالوا عند الداون ونقول له مارجن توب 20 بكسل. طبعا واحد فيكم قبل ما اعمل ريفريش هيقول لي ده كده بقى فيه 20 و20 40، يبقى فاضل لي من التوتال بتاع الهايت 160، يبقى المفروض ده 80 وده 80، صح كده؟ لا مش صح. بصوا كده يا شباب، مفيش اي حاجه حصلت. ليه؟ المارجن اللي فيه عنصرين دلوقتي اتصلوا ببعض اهو، في كونتاكت بينهم طوليا بالمارجن اللي بينهم، اللي حصل انه المارجن اتعمل له كولابس. لو بصيت كده على الاب جايب لك الجزء اللي تحته البرتقاني ده المارجن، لو نزلت بالماوس بص فورا هتلاقي الجزء اللي فوق قده بالظبط. المارجن يا جماعه عشان هو في اتصال بينهم، المارجن اللي هو الفيرتيكالي او اللي هو العمودي اتعمل له كولابس. الاثنين دلوقتي بقى واحد فيهم بس هو اللي شغال، المارجن اللي شغال واحد فيهم بس، هما الاثنين قد بعض، مش هتفرق بقى معاك بتاع اللي فوق ولا بتاع اللي تحت. هتقول لي ثانيه واحده، يعني معنى كلامك لو جيت في الاب وشلت المارجن هيفضل؟ اه هياخد المارجن من اللي تحت. طب نرجع ده، لو شلت المارجن اللي في الداون اللي فوق هيفضل؟ اه عادي، اللي فوق اهو شغال وزي الفل ومفيش اي مشكله خالص. يبقى احنا عندنا شويه رولز محتاجين ان احنا نعرفها. اول حاجه انت محتاج تتعلمها انه الفيرتيكال مارجن بس هو اللي بيحصل له كولابس. تعالوا كده نكتب بقى الرولز بتاعتنا دي هنا، نكتب كده رقم واحد بسم الله ونقول له فيرتيكال مارجن كولابس. مفروض بقى في الاول كده كلمه ظريفه، only vertical margin collapse. الفيرتيكال مارجن اللي هو المارجن العمودي زي ما انتم شايفين، لو في مارجن بين العناصر يعني ده يمين وده شمال مستحيل يحصل له كولابس، لانه اصلا انت بتستعمل المارجن بين العناصر يعني من اليمين والشمال يعني افقي عشان توزع العناصر في التصميم بتاعك، لكن طوليا بيحصل لهم الكولابس ده. طيب ده كلام عظيم، بس لسه محتاجين بقى شويه تجارب ايه جميله كده. دلوقتي يا شباب لو انا عندي واحد فيهم اكبر من التاني، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ هكتب لك هنا الكلمه وبعد كده نجربها. هكتب لك هنا رقم 2 bigger margin wins. بالمنطق اصلا، بالمنطق لو انا عندي مارجن كبير ومارجن صغير مين فيهم يكسب؟ اكيد الكبير، الكبير العمالقه بتكسب. يعني معنى كلامك لو جيت دلوقتي عملت المارجن بوتوم ده 40 بكسل بالشكل ده، بقى فيها يا شباب دلوقتي 40 بين العنصر والتوتال هايت 200، يعني فاضل لي 160. لو جينا قسمنا ال 160 على العنصرين فكل واحد فيهم هيبقى الهايت بتاعه 80 بالشكل ده، يبقى 80 و80 والمارجن اللي فوق ده هيبقى 40 بكسل. كده يا شباب ال 40 بكسل كسب، اللي هو ده.
تنزل تحت ال20 ملوش وجود. بصوا كده مفيش حاجة هتحصل لو لغيته أصلا، لكن لو لغيت الكبير هياخد المارجن من التاني اللي هو ال20 بيكسل بالشكل ده. شايفين يا شباب؟ يبقى كده عرفنا إنه المارجن الأكبر بيكسب، الاتنين بيتعمل لهم كولابس والأكبر هو اللي بيكسب هو اللي أنت بتستعمله. طيب ده عظيم جدا جدا جدا. ايه العناصر اللي بيحصل لها كولابس لما يكون العناصر تحت بعض على طول؟ لو حطيت بينهم عنصر تاني الكولابسنج ما يحصلش. يبقى تعال نكتب بقى نقطة هنا كده رقم 3، نقولها ازاي دي بالجرامر. هقول له margin collapsing with elements مثلا without any sync between. العناصر اللي مفيش بينهم حاجة، طبعا ما تركز في الجرامر ده بتاع I go to school every day ده. لو عندنا 1 و 2 دول عندنا up و down اهو، ورحت حطيت بينهم HR، يا ترى يا شباب هيحصل اللي احنا عملناه من شوية؟ لا، الكولابسنج مش هيحصل. ده المارجن 50 اهو، وده المارجن او 40 اللي احنا عاملينه، وده ال 20، الاثنين تم استعمالهم خلاص لانه في عنصر بينهم، ما بقاش في كولابسنج. الكولابسنج هيحصل لما يكونوا العنصرين ورا بعض مباشرة من الاخر، لما يكون العزول ده مش موجود بالشكل ده. يبقى احنا متفقين ان لازم العناصر بتاعتنا تكون تحت بعض على طول. طيب فاضل لنا تجربة كده جميلة جدا، وهي تجربة النستنج. لو انا عندي عنصر اب ده جوه ديف والداون ده تحته، هل النستنج بيمنع الكولابسنج؟ لا، ما دام مفيش تنسيقات في العنصر الاب، النستنج ده ما بيمنعش ابدا الكولابسنج. تعال نشوف، هكتب هنا كده دوت تيست ديف. التست ديف ده هحط الاب جواه بالشكل ده والتاني تحته عادي زي ما هو بالظبط كده، بس الفرق ان الاب ده بقى موجود في عنصر اب. في حاجه حصلت يا شباب او في حاجه باظت؟ مفيش. تعال كده في التو التست اهو، المارجن تحته اهو، وده المارجن هنا اهو، والكولابسنج شغال زي الفل اهو، مفيش اي مشكله خالص. يبقى احنا دلوقتي متفقين انه اخر نقطه عندنا، نطلع كده فوق ونكتب رقم 4، نستنج does not prevent collapsing بالشكل ده. يبقى كده الحمد لله عرفنا اول حاجة انه vertical collapse بيحصل vertically بس، وانه bigger margin هو اللي بيكسب، العناصر لازم ما يكونش بينهم حاجة، النستنج ما بيمنعش الكولابسنج. فلو جيت في يوم من الايام شفت العناصر بتاعتك عامل margin من فوق ومارجن من تحت للعنصرين ولقيت واحد فيهم مختفي، ده بسبب الكولابسنج، ان الاثنين بيندمجوا في بعض وبياخد لو الكومتين واحد بياخد واحده منهم، ولو قيمه اكبر من الثانيه بياخد طبعا الاكبر. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.